عايزك تقولي لي شايفة قاعدة الراجل في البيت ازاي؟ بتوترك ولا بتقلقك ولا بتقبليه عادي؟ طبعا هي بتوتر وبتقلق لان طلباته كتير وبيبقى في مشاكل اكتر، لكن لو موجود يوم اجازته دي طبعا بتبقى حاجة طبيعية، اكتر من كده بيبقى في مشاكل ومشاكل بتزيد. ممكن اتقبلها يعني لحد ما، مش طول الوقت، لان هيكون ضغط عليا انا وضغط على البيت، وانا اكون مسؤوله عن كل البيت وكل حاجه، وهو لازم يشتغل عشان يبقى مسؤول زيي برده. على حسب بقى، كويس ماشي الحال، القعده هو عنيف وكده طبعا اكيد هبقى عاوزاه يشتغل لغايه الفجر. لو هو مبسوط هتبقى قعدته كويسه، لو هو متضايق هتبقى القعده مش لطيفه. انا ما بحبش قعده الرجاله في البيت عشان بتخنق. قعدته كتير في البيت بتخليه يخنق الست. في ايه بقى؟ في ان هو بيحط مراخيره في كل حاجه اولا، بتعملي ايه والاكل امتى والحاجات دي. هو يعني يا ريت ما يقعدش في البيت كتير، لانه لما بيقعد في البيت كتير بيدقق على تفاصيل كتير ورخم شويه وبيركز في التفاصيل وبيرغي او تقيل. اه ممكن تضايقني يعني اقول له انزل يعني، بس لو لا عايزه هو في الطبيعي ممكن اتقبلها عادي، مفيش مشكله لو حد انا قبليه يعني. لو هو راجل متفاهم وعارف دوره في البيت ان هو ممكن يساعد وممكن يكون شخص متفاهم، فلا هتبقى كويس. انما لو هو شخص متطلب وفاكر ان دوره في البيت ادوار ان هو يؤمر ويطلب وبس، يبقى لا هتوترني وهتضايقني. هو طلباته كتير، بعدين بيخلق مشاكل، وده اتعمل وده ما اتعملش. قاعد في البيت طبعا لا طبعا، دي حاجه تضايق اي واحده. عجبا لكم ايها النساء يعني، معلش سوري يعني، هو انتوا الرجاله في البدايه عايزينهم يفضلوا معاك وتفضلي ماسكه فيه، وبعدين لما يجي يقعد في البيت تزعلي؟ ما ينفعش. احنا الاعتدال حلو. هقول لك ليه، عشان في بعض الستات بتبقى مسيطره ومتحكمه قوي، فهي عايزاه يقعد في البيت بس على مزاجها، ما يفتحش بقى على مزاجها، على طريقتها، على مزاجها. اه عايزاه دلوقتي يقعد معاها، لا دلوقتي سيبني، لا دلوقتي تعالى. في ستات متسلطه قوي. وانت من اي نوع كده ان احنا عروسه؟ وانت من اي نوع؟ انا من نوع الكيوت. نكيو مش باينه بس.